السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن الفيستولا MRI أو ما يعرف بالأنال فيستولا أو أيضا ما يعرف بالبيري أنال فيستولا زي ما بيجي في الريكوست MR ريكوست. طبعا هذا فحص شائع يا جماعة ومشهور جدا على الرنين المغناطيسي ويكاد لا يمر يوم إلا ما نشوف حالة على الرنين المغناطيسي عنا في الشغل. طبعا دواعي الفحص إلها شو الانديكيشنز؟ انتوا عارفين المرضى اللي عندهم نواصير وبواصير يا جماعة اللي بيعانوا من المشاكل هذه كلها هيتا، وطبعا كل هيتا الحاجات هذه بتيجي في منطقة الأنال كانال وبتعمل أبسيسز وبتعمل انفكشنز وبتعمل مشاكل كتير وبتدخل عملية وبتطلع من عملية وبعد مشاكلها كتير كتير البواصير، وبالتالي بيطلبوا الرنين المغناطيسي ممكن قبل العملية، ممكن في حالات الابسيسز يا جماعة بدي يشوف الاناتومي، بدي يشوف الاكستنت تبع الفيستولا يا جماعة، بدي يشوف ايش اسباب البيري انال فيستولاز. في الاساس احنا عارفين زي ما احنا شايفين في الصورة انه هي الريكتم من هنا بينتهي تبدا الانال كانال، هنا كل المشاكل بتصير في منطقة الانال كانال، وممكن تمد هيك وممكن تمد في الجهة هذه الفيستولا. هذه أهم الانديكيشنز وأهم الدواعي للفحص البيري انال فيستولا. بالنسبة لتحضير العيان وسنترة العيان، قبل ما نفوت لغرفة الفحص بفوت العيان لغرفة التحضير، لازم طبعا عشان نكون في الصورة، الفحص البيري انال فيستولا فحص بصبغة يا جماعة، بياخد صبغة وريدية، وما فيش فحص فيستولا غير ياخد صبغة وريدية. وبالتالي من ضمن التحضيرات للفحص لازم يكون صايم العيان من 4 إلى 6 ساعات حسب العمر، ويكون معاه تحليل وصائف الكلى وتكون within normal range. أوكي، هذا التحضير العيان للفحص. بالنسبة تحضير العيان لا دخول للجهاز أو تحضيره للرنين المغناطيسي، لازم يكون معمول له screening لكل أي حاجة ميتاليك، ولازم يشيل اي حاجه ميتلز اي حاجه فيرومغنيتكس قبل ما يفوت، سواء في الملابس سواء في جيبه سواء في جسمه اصلا، اذا كان عامل عمليات، اذا في اي عمليات جراحيه تم تركيب اي اجهزه الكترونيه اي اجهزه مغناطيسيه في جوا زي الحاجات البيس ميكر والانسولين بامب او الكوكليار امبلانتس، كل الحاجات هذه من الحاجات اللي ممكن تعمل لي خطر وتعمل الحاجات اللي كونترا انديكيتد للفحص. وبالتالي احنا المريض بيتحضر بنعمل له سكريننج لكل الحاجات الماجنتيك هذه، وبيلبس وبيقلع اي ملابس فيها معدن يا جماعه، وهذا شيء مهم جدا جدا علشان ما تتعب وانت عشان ما يتعب وانت بتعمل الفحص. يعني انت ممكن اكتشفت مثلا العيان طبعا لابس شيء في معدن، سحاب، كباس، اي حاجه، كل الحاجات هذه ممكن تعمل لي وتضر لي في الفحص. طيب العيان اللي بيتحضر بيلبس الجاون، تمام، الجاون ما فيش طبعا، لازم يكون ما في اي شيء معدن. بفوت العيان للجهاز زي ما احنا شايفين، بينام على السرير، بستخدم الكويل تبع الابدومين في حالات في هذه الحاله، استخدم الكويل الابدومين اللي ما يسمى ما يعرف بالسنس بودي كويل او الاكس لارج تورسو حسب الاستخدام. البيشنت بوزيشن زي ما انتم شايفين سوباين. بالنسبه للاورينتيشن تبع البيشنت بينشغل بحالتين، يعني سواء فيت فيرست او هيد فيرست، تمام. المريض لازم يكون ايديه على جنبه او على صدره او ورا ظهره. زي ما انتم شايفين راحه المريض اهم من كل شيء، في مخده تحتيه، اجريه برضه ممكن يكونوا طبعا مرتاحين. اوكي، بتحط السماعات على ودنه عشان الصوت المزعج. شغله ثانيه، انت بدك تشرح للمريض الفحص كويس وقديش المده اللي حتكون طبعا اللي حيكون فيها جوا الجهاز، ممكن يضلوا ثلث ساعه 25 دقيقه حسب اذا تحرك اذا شيء، طبعا تنبه العيان انه ما يتحرك. هذه اهم التحضيرات في سنترة المريض. طبعا بسنتر الليزر زي ما احنا شايفين هنا
سنتر الليزر على نص الكويل يا جماعة، اللي هو على الميد لاين أو المنطقة الفيستيولا أو المنطقة الأنال ريجون أو نهاية البلفس، وبقى فوت العيان لنص بحدد اللاند مارك تبعي، بفوت العيان لنص الماجنت زي ما احنا شايفين. بعد هيك بنطلع على الكنترول روم عشان نشتغل الايميجينج بروتوكول تبعنا بتاع الفيستولا. زي ما انتم شايفين البروتوكول الاساسي تبع الفيستولوجرام بيتكون اول حاجه بناخد سيرفي، ثاني شيء بناخد السجيتال تي 2 فات سات او من غير فات سبريشن، اوكي تي 2 فات سات سجيتال تمام. بعدين بناخد ثلاثة اكزيال تي 1 وتي 2 وتي 1 فات سات، وباخد اثنين كورونال تي 2 وتي 1. وبعد هيك بيجي عندي اللي هو حقن الصبغة. حقن الصبغة زي ما احنا شايفين بناخد اكزيال تي 1 فات سات بري كونتراست، وبعيد الاكزيال تاني بعد الصبغة وباخد سجيتال كورونال كمان بعد الصبغة. اوكي لو بدينا من الاول خالص يا جماعة بناخد سيرفي كالعادة، بناخد سيرفي مالتي بلينز او ثلاثة بلينز كما هو موضح هنا يا جماعة، اكزيال سجيتال كورونال يا جماعة. بعد هيك باخد السجيتال بسنتر السجيتال يا جماعة على الكورونال والاكزيال، والصورة هي اللي حتطلع لك. طيب انا اخذت السجيتال تي 2 عادي او تي 2 فات سات، طلعت عندي هينه هنا، بسنتر على السجيتال الثلاثه اكزيال هذول زي ما انتم شايفين ثلاثه اكزيال كالتالي، نفس ما عملنا نفس طريقه سنتره الفيميل بلبس، ولكن هنا اللاند مارك تبع حيكون الانال كانال يا جماعه. الانال كانال، الانال كانال طبعا بالشكل هذا حتيجي، حاخذ الخطوط الاكزيالات او السلايسز حتكون عموديه عليها ومغطيه كل الانال كانال يا جماعه. اوكي الخطوط حتكون عمود، يبقى احنا بدنا نغطي كل الانال كانال. المقاطع هنا يا جماعه السلايس تكنس حتكون على 4 ملي والجاب على 1 اللي هو 20% من الاربعة. اوكي حتكون مغطيه اللي حيكون الخطوط طبعا عموديه او ما يعرف بالاكزيال اوبليك، كونه انا بميل السلايسز او السلاب كله يكون عمودي على شكل شكل الانال كانال. اوكي هذا بالنسبه لثلاثه اكزيال اوبليك تي 1 وتي 2 تي 1 وتي 2 وتي 2 فات سات. الاثنين كورونال عكس لهذا عكس سنتره الاكزيال، حتكون الخطوط موازيه او موازيه للانال كانال ومغطيه من هنا لهنا مغطيتها كلها، سواء طبعا نفس المقاطع يا جماعة اللي حاخدهم 4 ملي. هذا الجزء اللي بدون اللي قبل الصبغة تمام، سنترة الكورونا الأوبليك سنترة زي ما احنا شايفين الأكسيال أوبليك. أوكي لو أنا بدي أدي صبغة أو أنا يعني قبل الصبغة هاخد التي 1 أكزيال هذا تي 1 كورونا الأوبليك هذا، هعملهم فات سات تمام أوكي، وأخذهم بعد الصبغة. بالإضافة بعمل تي 1 فات سات سجيتال لنفس المكان، يبقى حيصير عندي مالتي بلينز بعد السجدة. أوكي وقبل الصبغة طبعا هاخد علشان المقارنات هاخد التي 1 فات سات هذا بوست كونتراست، وهاخده هعيده مع صبغة بالإضافة للمالتي بلينز. هذا بالنسبة للفيستولا الانال فيستولا تكنيك. طبعا نتأكد من الصور قبل ما انزل العيان، بعد هيك بننزل العيان بكل هدوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.